تعالوا نروح بكره ان شاء الله البرلمان هيبدا دور الانعقاد الثالث بتاعه، والحقيقه في كذا نقطه لازم نقف قدامها. بكره بدايه جديده في عمر البرلمان، حتى تصريحات رئيس مجلس النواب الحقيقه كانت حاسمه جدا فيما يخص علاقته بالحكومه، وكانت صريحه جدا فيما يخص فتح صفحه جديده مع الحكومه. مع دور الانعقاد الثالث متوقع ان يبقى فيه 17 قانون مهمين جدا، زي قانون الاجراءات الجنائيه ومكافحه الارهاب والايجار القديم، واعتقد كمان من اهم هذه القوانين هو التامين الصحي. فالقوانين اللي جايه في دور الانعقاد الثالث قوانين تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتمس الامن القومي بشكل اكثر مباشره. فبالتالي اللي مطلوب من البرلمان في دور الانعقاد الثالث مهمه تقيله وكبيره، بالاضافه الى الحجز الكبير اللي هياخده قوانين مكافحه زواج القاصرات بعد تصريحات الرئيس طبعا. واحده من ضمن الحاجات اللي لازم نقف قدامها ان هيبقى في بعض من المشاكل كده اللي هتبقى موجوده، وطبقا لتقرير او انفوجراف كان معمول او عمله زمايلنا في اليوم السابع، هنلاقي انه في عده مشاكل منتظره او تنتظر مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث. منهم مثلا سبع نواب مصيرهم هيبقى معلق في دور الانعقاد الثالث. سواء النواب دول منهم ناس غيروا انتماءاتهم الحزبيه او تم فصلهم من الاحزاب، او نواب قدموا استقالتهم للبرلمان ولم يتم النظر فيها حتى الان، او نواب تم احالتهم لجنه القيم بسبب تصرفاتهم وتجاوزاتهم، زي النائب الهام عجينه وزي النائب اسامه شرشر بسبب موضوع الواتساب والفيديوهات الغير لائقه اللي اتبعتت على بعض تليفونات النواب. واحد من النواب دول هو الدكتور او النائب الدكتور عماد جاد، اللي تقدم باستقالته من حزب المصريين الاحرار بسبب خلافات مستمره جوه الحزب، وبالتالي تغيرت صفته الانتخابيه من حزبي الى مستقل. ده معناه ايه؟ هل هيحصل تصويت من ثلثي الاعضاء على اسقاط عضويته البرلمانيه؟ لسه هنشوف. نفس المشكله تقريبا موجوده عند النائبه مي محمود اللي تم فصلها من حزب المصريين الاحرار، فبتعاني من نفس المشكله. نفس المشكله تقريبا برضو موجوده عند النائبه ناديه هنري اللي حزب المصريين الاحرار اعلن فصلها بسبب مخالفتها لقواعد الحزب ولائحته. فبالتالي البرلمان هنا مطالب ينظر في عضويه ثلاث اعضاء اتفصلوا من احزاب او من حزب واحد. بعد كده بيجي عندك اكمل قرطام اللي في نوفمبر 2016 قدم استقالته من البرلمان. اكمل قرطام هو رئيس حزب المحافظين. فبالتالي هيئه مكتب المجلس لازم تعد تقرير علشان تعرضها على الجلسه العامه وتصوت عليها بالقبول او الرفض. هل يتراجع ولا ما يتراجعش؟ ده ما حصلش لحد دلوقتي في موقف معلق. نائب اخر برضه قدم استقالته في يونيو 2017 هو النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قدم استقالته للمجلس، وده برضه هيتطلب اعداد تقرير بشان عرضه على الجلسه العامه والتصويت، فده موقف معلق حتى الان. الاثنين اللي اتحالوا لجنه القيم هم اسامه شرشر، النائب اسامه شرشر اللي ارسل فيديوهات غير لائقه على جروب واتساب خاص بالنواب، وبعد كده النائب الهام عجينه اللي عنده مشكله تصريحات برضه اعتبرت تجاوزات في حق مجلس النواب وتصريحات مسيئه لبنات مصر. اذا سبع نواب هيكونوا في سبع قصص مثيره جدا جوه مجلس النواب في دور الانعقاد اللي جاي. كمان في 10 اسئله البرلمان لازم يجاوب عليها في دور الانعقاد الثالث. اولهم السؤال اللي بيجنن كل المصريين، هو البث المباشر لجلسات البرلمان هيرجع ولا مش هيرجع؟ زي ما احنا عارفين فكره البث المباشر للجلسات بدات في 2012، لكنها لم تحدث في برلمان 2015 ده غير جلسه واحده. فهل ما زال البرلمان ومجلس النواب يخشى من جلسات البث المباشر؟ السؤال الثاني، مجلس النواب فين من السوشيال ميديا؟ طول وقت مجلس النواب نوابه أكتر ناس بيشتكوا من السوشيال ميديا وعدم وصول صوتهم إلى السوشيال ميديا، ومع ذلك مجلس النواب ملوش أي صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يتواصل معاها للرد على الشائعات والأخطاء والجدل الذي يثار حوالين مواقف النواب. نمرة ثلاثة، قانون العدالة الانتقالية، المادة 241 من الدستور بتقول ان مجلس النواب لابد ان يلتزم في اول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور انه يصدر قانون العداله الانتقاليه ويكفل كشف الحقيقه والمحاسبه. وتم اقتراح حاجات كتير جدا في هذا الامر، لكن ما زال معلق حتى هذه اللحظه، لان في اراء لبعض النواب زي اسامه هيكل، النائب اسامه هيكل رئيس لجنه الثقافه في البرلمان، بيقول ان ده ممكن يعمل فتنه جوه المجلس. دور الانعقاد الثالث هيحصل حسم لهذا الامر ولا لا؟ التصويت الالكتروني
سمعنا مليون مره انه يحصل تصويت الكتروني، وتم استخدامه في بعض المرات، ثم رجعنا تاني للتصويت اليدوي اللي عمل مشاكل في بعض القوانين، فهل ده هيتم حسمه ولا لا؟ اللي بعد كده سؤال مهم جدا، مجلس النواب هيفضل عايش لحد امتى من غير ما يكون عنده متحدث رسمي باسمه؟ اللائحه الداخليه بتقول ان الدكتور علي عبد العال هو المتحدث الرسمي باسم البرلمان بصفته رئيسا للبرلمان، لكن في ظل اعاده الهيكله اللي بتحصل في مؤسسات الدوله ووجود متحدث رسمي قادر على مخاطبه الاعلام والراي العام، اعتقد ان مجلس النواب لابد ان يحسم هذا الملف. السؤال المهم بقى، هل يتقدم البرلمان باستجواب ضد الحكومه؟ حتى هذه اللحظه واحنا داخلين على دور الانعقاد الثالث اهو، ده اول برلمان في تاريخ مصر من يوم ما مصر عرفت الحياه النيابيه والبرلمانيه لم يشهد تقديم اي استجوابات ضد الحكومه. وكان مفزع جدا ان رئيس مجلس النواب في حواره لجلاله الاهرام يقول انه فكره الاستجواب دي عمليه راقيه جدا ما ينفعش نوصل ليها بسرعه. هل ده معناه انه في اطار صفح علاقه، فتح صفحه جديده ما بين الحكومه ومجلس النواب؟ لكن ده سؤال لازم يتم الاجابه عليه. السؤال اللي كل الناس سمعت من اول انه هيحصل وما حصلش، رئيس مجلس النواب وعد قبل كده انه هيعلن اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات، ده في ديسمبر 2016، لكن حتى هذه اللحظه لم يتم اعلان اسماء النواب على الاقل عشان اهالي دايرتهم يعرفوا. اذا هي اسئله كتير جدا مجلس النواب مطالب ان هو يرد عليها الفتره اللي جايه، بالاضافه الى انه يقول للناس فين مدونه سلوك البرلمان اللي في 2016 فبراير النائب بهاء ابو شقه قال انه بيتم تجهيزها، ان ليه البرلمان حتى هذه اللحظه ما ردش على كل هذه الاسئله. اذا نحن في انتظار دوره انعقاد ساخنه على مستوى التشريعات وعلى مستوى ترتيب امور مجلس النواب من الداخل.